عياذ بالله، كاذبة ناسية، ناسية كاذبة خاطئة. هنا فليدع ناديه. أبو جهل إن استطاع أن يهرب من قدر الله وعذاب الله سبحانه وتعالى فليدعو النادي هذه اللي مشركين الحوالي هاي، ونحن بالمقابل سوف ندعو الزبانية. زبانية، زبانية جهنم، عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلا لا تطيعوا، لا تطيعه واسجد واقترب. يا محمد لا تطيع أبو جهل ولا تنظر إليه، واعبد ربك تبارك وتعالى واسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هيك انتهينا من سورة العلق. إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا ربنا أعطونا عمر سوف نأخذ سورة التين خطبة واحدة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.